أهلا بكم في أخبار المساء. دشنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم المنصة الإلكترونية مكسب لدعم الأسر المنتجة من أسر الضمان الاجتماعي وأسر الدخل المحدود تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط. وتعد منصة مكسب أول منصة عمانية تهتم بالمنتجات المنزلية عبر التسوق من البيت، إضافة لكونها منفذاً وفرصة أخرى للباحثين عن دخل إضافي لهم. وتستهدف المنصة في خطتها خلال 5 سنوات أكثر من 1000 منتج من الأسر. أصدرت شرطة عمان السلطانية تحذيراً من أسلوب احتيالي جديد يتمثل في قيام المحتالين بالتواصل مع الأشخاص المستهدفين عبر رسائل نصية تتضمن عروضاً وظيفية براتب يومي محدد، إذ يطلب منهم فتح حسابات بنكية ليتم عبرها تحويل مبالغ مالية ناتجة عن عمليات احتيال مختلفة. وتنصح شرطة عمان السلطانية بعدم الاستجابة لهذه الرسائل الاحتيالية وضرورة التبليغ الفوري عند التعرض لمثل هذه المواقف. تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق من ضبط مؤسسة تجارية تبيع عطوراً منتهية الصلاحية يعود تاريخ انتهائها لعام 2019، علاوة على بيعها منتجات طبية لا تصرف إلا بوصفة طبية خاصة. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.